أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الجوية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب وآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية، وكذلك المناطق المعنية خلال الأيام القادمة إن شاء الله بدخول منخفضات متتالية إلى المملكة. نسأل الله الثبات لهذه الخيرات. فقبل البدء مشاهدينا الكرام ندعوكم إلى الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس وعمل لايك لهذا الفيديو، شكرا لكم جزيل الشكر. يوم السبت القادم اضطرابات جوية ستدخل إلى المملكة، أمطار ورياح قوية على الجنوب الشرقي للمملكة والجهة الشرقية وقلميم وسوس، أمطار عاصفية وقوية سوف تشهدها المملكة، أمطار حاضر على تطوان وكذلك طنجة، أصيل العرائش للميمون الشفشاون والحسيمة إشافن وكذلك الدريوش وإساقن وكذلك الناظور تازا وزان سدي علال تازي فاس تهلا سكوير مداز إفران والماس من سليمان دار بيضاء القارب رشيد وكذلك ولاد فرج بإذن الله وسيدي بنور، أمطار حاضر إن شاء الله على قدير وشبا وكمدن أوزميز إيمن تانوت. وخلال ان شاء الله كذلك مرور الساعات ويحتمل استمرار الامطار كذلك يوم الاحد، امطار عاصفيه وقويه على وجده وبركان الناظور الدريوش اكنول تازا تهلا قرسيف سكوره ممتاز وكذلك سيدي سليمان الرباط دار بيضاء بسليمان والماس خنيفره زود شيخ بني ملال ازيل الاكادير بوعشيبه ومراكش وكيمدين امزميز. تساقطات مطريه غزيره محتمله ان شاء الله متواصله كذلك الفتره المسائيه من يوم الاحد اعلى الشمال الغربي وكذلك مرتفعات الريف وجهه متوسطيه وجهه شرقيه على وجده الناظور وتطوان والعرائش ببرد وسيد سليمان والرباط وجدة الدار البيضاء سطات برشيد القارة وخنيفرة وميدلت وكيكو وفاس وطات الحاج. يوم الاثنين اضطرابات متواصلة ان شاء الله كذلك على الجنوب الشرقي مع تساقطات ثلجية على تبينت ميدلت بني ملال وتنفيت والرشيدي امطار غزيرة ورعدية ومحليا وتساقطات ثلوج. امطار يوم الاربعاء الثلاثاء تساقطات مطرية غزيرة ومعتبرة على ابو عرفة وبنان عين الشعر وطات الحاج وكذلك كيكو ميدلت وكذلك الرشيدية مع تساقطات ثلجية على تبينت وكيمدن وازميز وامنتان واستمرار الاجواء المضطربة على الشمال غرب مرتفعات الريف ان شاء الله. يوم كذلك الاربعاء احتماليه عوده الاضطرابات الجويه فهي وارده بدخول منخفض جوي اخر ان شاء الله. يوم الجمعه سيؤدي لاضطرابات جويه معتبره على المملكه ان شاء الله.